ايه ده؟ ايه ده؟ Just don't kill him! يا نهار اسود عموسه ما تقولش التريلا دي هتعرف توقعه، انت عبيط ضد الفيزياء يا حماده، ما ينفعش عمرها ما هتعرف توقعه. ايه ده؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم يا جيش مكتشفين في حلقه جديده على قناه اكتشف العالم، اللعبه اللي انتوا بتحبوها وانا كمان بحبها، فعشان كده بنبدع فيها مع بعض. وشكرا جدا 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 على الدعم اللي بلاقيها على سلسله جراند فايف بالذات، فمن غير اي تاخير خلينا ندخل في الحلقه. طبعا انا ما عملتش اي حاجه من ساعه ما سبتكم في اخر حلقه اللي تقدروا تشوفوها من هنا او من هنا دي، تمام؟ ما عملتش اي حاجه غير ان انا في مهمه بسيطه كده من فرانكلين عملتها. الحلقه دي يا شباب مميزه جدا 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 عن بقيه الحلقات، بسبب ان اول حاجه طبعا الحلقه دي عليها كميه تغييرات رهيبه. اول حاجه واحد من جيش المكتشفين قال لي خلي بالك يا يوسف انت اللعب عندك مش باخر ابديت، اللعبة عندي كانت بابديت 1.20 تقريبا، انا دلوقتي خليتها ب 1.41 اللي هو اخر اصدار نزل. تاني تحديث ان انا ظبطت اعدادات الجرافيك شوية، بحس ان انا وانا بصور ما تبقاش بتهنج وفي نفس الوقت انا واخد جرافيك حلو. يلا بقى خلينا ندخل نشوف نركب ده. طبعا الموتوسيكل ده بتاعي مش سرقه يعني، تمام؟ اوكي مش عايزين اي اغاني. اغاني اللعبة دي مزعجة جدا 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 فوق الخيال يعني، تمام؟ وطبعا زي ما قلت لكم عملت مهمه واحده بس واشتريت جراج، تمام؟ خلينا ندخل بقى هنا اهو نشوف ايه المهمه اللي هنا دي. ده بيت وفي طب برضه تحديث جامد جدا قالوا لي في الكومنتات ان هو ما اسموش ميشيل، اسمه مايكل، فعشان كده انا خدت بالي يعني طبقت الموضوع ده. خلينا ندخل من هنا بقى ناخد اليوتيرن ده. مش عارف ليه الموتوسيكل مش ماشي بسرعه، ايه ده فيه؟ اوه تمام اتحسنت والله في السواقه، محدش يقول ان انا بقول كده. شفتوا امريكانيات زمان. بقول لكم اتحسنت في السواقه لان انا جت عليا فتره في ده اتعملت معايا واجب طبعا وقطعت النت خالص، فما كانش في اي حاجه بعملها غير ان انا يعني بصور وبلعب. فقلت طبعا ثانيه واحده بيت ميشيل ورا، فقلت طبعا ليه في الفتره دي ما اتعلمش السواقه؟ طب ازاي انا واحد غريب؟ ثانية واحدة صدقوا مش ميشيل اسمه مايكل. صدقوا ان مايكل اشترى عربية جديدة، بصوا شايفين؟ خلينا نركن هنا، اركن لي كده بس على جنب، انزل بقى واقلع الطاقية دي. يا عم اقلع الطاقية، ما بقولكش اضرب، وانا محبش كده محبش كده لو سمحت. ايه ده ايه ده؟ Hey you stop it. What's up, man? I like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this mother. Just don't kill him. يا نهار اسود. يا جدعان انتوا شفتوش اللي انا شفته؟ ايه استنوا بس عشان انا سرحت، انا بعرف اسوق لكن سرحت معلش. حصل موقف زباله دلوقتي. انا رايح لمايكل عشان اشوفه. لقيت مرات مايكل بتخونه. يا نهار اسود، انا بقول لكم ايه من اول حلقه؟ مش بقول لكم في عربيه ثانيه واحده؟ لا معلش 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 انا بكلمكم، فطبيعي سواقتها هتبقى وحشه. مش انا بقول لكم في عربيه مش بتاعت مايكل ومايكل اشترى عربيه جديده؟ طلعت بتاعه مدرب التنس بتاع مراته، وهي مراته طلعت بتخونه. ايوه الحلقه دي باين عليها هتولع. جيش المكتشفين ابوس ايديكم ابوس ايديكم عشان نعرف نسوق عادل. انزل دلوقتي حالا اعمل لايك عشان نعرف نكمل كويس. طبعا مش عارف انا رايح بالتريلا المعفنه دي ليه، مش عارف ايه المنظر ده يعني. نط من العربيه يا جبان. بصوا واقف ازاي. اوكي المفروض انا اركن العربيه هنا تقريبا، هنطلع نقتحم بيته ونضربه تقريبا توقعات. ايه ده؟ بيتفقوا على حاجة مش قوي جدا في الانجليزي بتاعهم ده، بيتكلموا بسرعة ولكن هما بيتفقوا على حاجة تقريبا هيحولوا التريلا لونش او هيحولوا العربية دي لونش، مش عارف تقريبا هيربطوه من قفاه ويشدوه مش عارف. ايه ده؟
يا نهار ابيض دول هيوقعوا البيت بالتريلا دي. يا نهار اسوح. موسى موسى بيعرف عليك يا موسى. اوكي اوه يا نهار ابيض حصل ما لم يكن متوقع. انا بقول لكم ايه ما ينفعش يروحوا بالتريلا، التريلا تقيله على الطريق. الشرق جاحدين، احنا جاحدين. يا نهار ابيض بصوا بدوس بنزين جامد بالتريلا وراقصه في القصر بتاعه. ما تقولش التريلا دي هتعرف توقعه، انت عبيط ضد الفيزياء يا حماده. ما ينفعش عمرها ما هتعرف توقعه. ايه ده؟ انا للدرجه دي دوست بنزين جامد ولا ايه ده؟ طبعا زي ما جيش المكتشفين كلهم عارفين 25 لايك في الفيديو ده بيساوي الحلقه اللي بعديها على طول، يمكن بعديها بيوم او في نفس اليوم كمان، ولكن 25 لايك خلاص خلاص اعملوا لايك عشان السواقه الحلوه دي. في رقم غريب. اوكي اوكي بيكلمني طبعا بيقول لي ايه اللي انت عملته في البيت بتاعي، انت عبيط يلا ولا ايه؟ فطبعا انا بقول له لا تستحق. فوتت التر فوتت التر. جرين لايت جرين لايت مارتن مدرازو جيف يو جرين لايت. مش عارف بتقول له ايه؟ بتقول له جرين لايت. ايه الاضاءه الخضراء؟ انا مش فاهم ايه هتضربوها في عين يعني. ما هي الاضاءه الخضراء ايه؟ باينه في الكاميرا ان هي خضراء، بس هي خضراء ايه المشكله؟ العب. بصوا محدش يركز مع سواقتي دلوقتي، انا بسوق باي تفاهه. ها انا بسوق باي تفاهه، انا بعترف لكم. في ايه؟ شرسين يا شرسين جايين عايزين يموتوني في بيتي. يا مرحبا يا مرحبا. طب انا اتحولت فرانكلين انا. لا بصوا انا هتحول مايكل وقوم جاي موقف العربيه وانزل تمام، فقوم جاي متحول بعد كده لفرانكلين. ثانيه واحده عايز اغير السلاح بعد اذنكم. بس تعالوا لي بقى شويه بهايم. خلينا نفرع العربيه دي. يا هلا يا هلا. بس كده تعال نركب التريلا تاني. اوكي بيقول اوف شرسين. بصوا من رغم ان دي تريلا ومش تعتبر شبه تريلا يعني وكده، الا انها بتأمرك وسريعه وحلوه وقوتها جباره. اديكوا شفتوا وقعت البيت وده شيء جامد جدا يعني. اوكي سليمه سليمه. شويه عمدان حوالين القصر كده كانوا بيوجعوا لي عيني وانا نايم. بصوا بقيت باخد بالي من حوار الباب اللي بيفتح بالراحه ده، اللي ما شافش الحلقه بتاعت الباب يشوفها من هنا او من هنا يعني الاي اللي بتطلع دي تمام. المفروض ان احنا نركن هنا. اوكي hey thanks for the help out there today kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside show has a weird. بيقولوا طبعا شكرا على مساعدتك، انا كنتش عارف انا كنت هعمل ايه مع الراجل ده وكده، وكانوا بيظبطوا مع بعض يعني وما يعملوا ايه. ايه ده؟ العب يا معلم. You know who I am? Do you know who I am? Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you all right? Never better.
So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dog. Fuck, man. Shit. طيب يا شباب، على حسب اللي انا فهمته طبعا من اللي احنا شفناه ان هم حصلت عركه ومش عارف ايه، طبعا زي ما انتم شفتوا. فالمهم يعني من الاخر كده هو كانوا بيتعاركوا يعني عشان مرات. طبعا يا شباب زي ما احنا شفنا في الحاجات اللي فاتت كلها، زي ما احنا شايفين في واحد اسمها امباندا تقريبا دي مراته. ان على العموم يعني اللي حصل ان ملخص يعني الموضوع كله عشان الناس اللي مش زي حالتي كده، يعني ترجمتها في الانجليزي وخصوصا في الالعاب بطيئه جدا. اللي حصل ان هو راح لمراته بتخونه، وبعد ما خلص الكلام ده كله راح قتل او وقع بيت الراجل اللي كان بتخونه معاه مش عارف ايه، وحوارات جامده قوي. بعد كده مايكل راح روح بيته هو وفرانكلين، لقى في عصابه جات له، ده رجل اعمال كبير جدا وعنده حراس ومش عارف ايه، وتقريبا بنته كانت خطيبه اللي هو، بصوا حوار كبير قوي، حوار كبير قوي قوي تمام. ولكن ما علينا، ولكن طبعا ما علينا، زي ما تقول 25 لايك بيساوي الحلقه الجايه عشان نعرف ايه اللي هيحصل، ايه مستقبل مايكل، وايه اللي هيحصل كمان، وفرانكن ممكن يعمل ايه. فمن غير اي تاخير خلينا اقول لكم استمتعت جدا بالحلقه دي معاكم. كان معاكم يوسف ناصر من قناه كتوش فعلا. ما تنساش تشترك في القناه من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وتفعل الجرس عشان يوصلك ان شاء الله الفيديو الجديد من سلسله جراند فايف. كان معاكم يوسف ناصر، في امان الله.